تحية طيبة لكل من يشاهد ويتابع شاشة زاكروس الفضائية، وصبحكم الله بألف خير كما عودناكم على فقراتنا ومواضيعنا الجميلة والممتعة. اليوم جولتنا حتكون خاصة لمهنة الخراطة الشراخة. خل أم حبون يسموها خراطة، احنا قبل يسموها الشراخة. السلام عليكم عمو. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن تعرفنا عن نفسك؟ اياد احمد الشراخ. عمو اياد شوي قدام الكاميرا. خلينا هو شيء عن هالمهنة الفترة الأخيرة، انه نحس بدت بالانقراض. والله جميع المهن هسه انقرضت، لانه الاستيراد ده يأثر على ورخيص، يأثر على شغل الـ بالعراق، لأن هنا الأيدي العاملة غالية تعتبر، فإذا تجي الحاجة مناسبة من الخارج فهلي ماتت الشغلة، ولا إذا السعر زين حتى الشباب يتعلمون ويشتغلون. هو الشباب اللي مواسبية، لأن هي شغلة فنية، شلون الرسم والعزف على العود لو على الكمان، هاي شغلة مثل الخطاط والرسام والهذي يحبوها الشباب، يجون يتمتعون إذا يشتغلون، بس ما بيها وارد مادي يعوفوها، يجي بس يتونس ويروح، يعني إذا يريد يعاوني، مو لأجل أنه يريد يشتغل ويكسب منها مادة. شنو بداياتك؟ بياسة اللي بديت تشتغل هاي الشغلة؟ والله أنا طفل، يعني أبويا نفس الشغلة فتعلمت. أنا أبن عن جد عمي. إيه. لا جدي لا، بس أنا أبويا وعمي، عمامي كلهم نجاجير وشراريخ، فاني تعلمت من عمي ومن أبويا. إيه. وربيت وياهم. صار أكثر من 50 سنة 40 سنة. اي ابويا ولادته في هاي المنطقه 1917 بال 36 عنده محل هنا، أنا يعني سنه 36 عنده محل مال شراخ، بس ما كان ماكينه وكان عمرك ان شاء الله الله يحفظكم. اي كان خيط وقوز وهيك ماكينه بسيطه، يعني مو مع الكهرباء، يدويه ويشترخ بيده، يفر بيده ويشترخ برجله، اي الناصيه بالقاع حتى رجله يقدر يستخدمها بالعمل. هاي كان بالاول العمل مالتهم، شيء بسيط. هسه شنو الاقبال اكثر شيء على التختات، على شنو هيك؟ احنا جايين نتونس الحمد لله والشكر. هاي المهنه صارت هيك ونسى اي شيء تسوي، اذا هو هي ماتت واحنا متعبانين ها، فهاي نهاياتها الها وعنا، احنا من نروح عن بعد ماكو. كان هذا السوق به 8 أو 10 شراريخ، هسه بس ثاني كان 8 ترنات ما توقف. اضرب مقاطعه، هم سوق الصفافير هم كان قبل عباره عن سوق الصفافير كل لهم هسه او 4-5 محلات نلاحظ هالشيء. ليش هاي المهن هاي المهنات المهن عفوا بدات تنقرض تنحصر، يعني محل محلين او ماكو اصلا، يعني هواي مهن باي نشوفها انه قاعد تختفي. تطور الدنيا تطورت، يعني ما بقى شيء على حاله. اي فالتطور ينزل ناس وتصعد ناس. اي هسه بالشارع كان اكو محل موبايل مثل بالثمانين، لا هسه نص المحلات اللي بالشارع موبايل. تغيرت الحياه. اي فهاي من تنقرض وتجي غيرها. شنو جاي تشغل هاي؟ شنو هاي؟ هاي سناره يحكون بها ليف، هنا مو يبيعوا ليف، فذن النسوان يجين يشترون سناره يحكم بها. تشتغل لوحده قدامك تشوفها؟ بس شراخة، لأن هي بعدين يراد لها برد وكوسرة. إيه هسه بس شراخة، حشرخها قدامك والكاملة ذيك معلقة هناك. عمو حبيبي، إنه المستورد أرخص من الشغل المحلي اللي يصير، لذلك إنه أنتم هاي المهنة انقرضت. إيه يعني سدورات نشوفت حاجة تجي نقول شنو هذا الخشب، لاقي يعني مثل هاي الصيني، نقول شنو الخشب مطلعين من البحر هالقد رخيص، اي وتجي مصبوغه وكامله وفي السعر كلش يعني اخو البلاش. اي اخو البلاش. اي اي فبعدها وين تقدر تنافس انت؟ اي شغله توصل انه المعامل وين دورهم توصل، شنو مثلا اخ معانا توصيك على شغلات مثلا اكو، يعني هي انتهت، يعني بدي اقول لك فشغله انقرضت، بس احنا تعلمنا عليها وهاي توالي العمر. وين نروح؟ هاي نجي مثل قهوه نقعد فيها نسولف ونتشاقه، نقضينا نص نهار ونروح. أنا بالوحدة بالوحدة ونص عزل أجي بالتسعة هاي شيء. عمو يا حبيبي، هاي كانت الحجلة قبل، إحنا كنا لعبين بيها، أنا من كنت طفل إنه هاي الحجلة لعب بيها، هم أكو قبال عليها لو سماتين تحاول على المستوردات على الحديد شيء قليل، لأنه هسه موجودة هاي الحجلة بيها طواطة وبيها دقمة وتعزف موسيقى بيها باتريات وقلوبات، جاء لي انبهر بيها هاي، حتى يوقع يتعور بيها هاي عالم، يعني تاخذها تقول لك يتقوى بيها، يعني اقوى من ذيش، لانه غصب ما عليه يمشي، هذيك لا يقعد، هاي لا غصب ما عليه يمشي بيها، فغصب ما عليه يتعلم يعني يتقوى. الامور الطبخ هاي مال جذور كبار، طحنة الحمص الامور هاي شلون اقبال عليها؟
والله هم لانه هسه كان ياخذ مدراخه مال ريسه، هسه اكو دريل وبيفد برينه تدرخ بالكعب. فعلا فعلا لاحظنا هذا الشيء. ايه ها همينة يعني كل شيء دخلت فد شيء حديث عليه. ايه نجي على المدراخه حتى مثلا ابقردون وكذا امور هي كانت خشبيه مو كل كان كل شيء يعني ابوي يسولف يقول كان عندنا عامل اثنين ثلاثه من العمال يعني عد الاسطى مالتهم ها يقول لي بس يشتغلون قبقاب ها هو السك قبقاب بعد دورات يجي واحد مثلا يريد يحلقه يعني كمثل شلون تحفه اي يسالنا على قبقاب اي بينما يعني مو اقول لك شغلات تنقرض اكو اي مثلا يده مال الفاسه هسه هي الفاسه ب 2000 دينار يده هنا تكلف 2000 دينار هذا يروح يشتري فاسه هي ويدتها بلاستيك جاهزه بدون ما يوصل جاهزه ولا يدوخ راسه ولا ما يعزن مين انه لاحظ انه اني اسال اصلا مثلا دافتر بالشورجه بقمر قليل دا القى عالم انه بس محافظ على هذا الشيء انت اليوم هم حبيت تعلم اطفالك اولادك على هاي المهنه لولا عندي ولد ما علمه هاي الشغله والله لانه ما لحي ما يقدر يعيش خطيه اي ها هو سلوها خوه هنا ولد هنا قاعدين بالمنطقة أقدر أشغل لي واحد حتى ما عندي ولد يعني قاطع أنت طفت الكهرباء وقف شغلك يعني ما يهم إيه إيه الكهرباء شغلة رئيسية صار هي رئيسية إيه بس أنا عندي ساحب ما خط مع المولدة إيه كم أمبير كيف يقطع على هالأجهزة 5 أمبيرات إيه يعني مشي أمر مو تشغيل صحيح لأن هذا المنشار 13 حصان الماطور ماله هذا خشب ما يجيب عمو هذا مال أكو إسكال بالكاظمية وأكو بالرحمانية اي بالجعفر نجيبه منها قبل وزن يبيعونها بطن اي وهاي نسوق منها انت هسه بشكل عام انه تقول انه المستورد غزا سوق اثر على السوق هو خلى هاي المهنه تنحصر او تنقرض اي هي هذا وهي الطلب على الشغلات قل يعني اي يعني انا هسه اكثر شيء كان معامل فافون تسوق مني معامل فافون هسه نزل التيفال شغلهم قل ثلاث أربع المعامل عزلت اي قليل اللي يجوني يدون خشب وكذا امور اي يدات مال اللي يشتغلون بيها اي واللي يكفون بيها واللي يعدون بيها الفافونه انا اسوي لهم اياها لان كان الشورجه قريبه منه وهذا السوق به هواي معامل مال الفافون وداير ما دايرنا هنا سوق الكهرباء معامل بالتورات معامل هنا يمنا معامل فشغلنا ويا المعامل مال الفافون قبل كانتكم موسم بها شغلكم لا مال الموسم اي مواسم كان المصرع بالعطله الربيعيه مصرع مال جاي يلعبون به اي مالك ليش هم كان اي بالعيد على العيد مال هيك ايام نشتغل بس شوابك مالك ليش ومعدل السنه نشتغل بكار مال نرجيله وحجله هذا اني ماشات الحجله اكثر شيء بالصيف لانه العالم تفرش زوالي بالشتاء ما يستخدم الحجله الصيف إيه ولا مقاع كاشي كذا جاهل يلعب بها الحجله تمشي تمشي بالصيف كانت هاي لعبه عمليه ياهو هاي مال اطفال الخشب اي يعني ماكو شيء بديل هسه الموبايل غزا كل شيء بينما كان نسوي طير نرماده وجنح من يمشي يسوي طاق طاق هسه كو منها بلاستيك هم يطقطق الجنح ماله ومتجاهل لعبه مال طفل هسه بعد يا طفل يشتري من هذه اللعبه طير خشب ويدفعه ويوقع السيم وتوقع النرماده يعني شغلات بدائيه بس العالم كان من الماكوت ياخذون هاي هسه اكو بديل يعني بديل احسن من اللي كان موجود عندنا شكرا جزيلا عمولي اهلا ربي يحفظك اهلا بيك اهلا وسهلا تحياتنا طبعا اكيد مثل ما لاحظت شفتوا انه عمو اياد يقول هاي المهنه بدت بالانحسار بدت انه بالانقراض يقول انا لو علي انه ما اخلي حتى اطفالي انه علموا هاي المهنه بسبب انه المستورد غزا السوق واصبحت الحاجه للمستورد ارخص من المحليه طبعا في ختام جولتنا تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل